مالك شايل طاجن ستك ليه؟ مفيش حاجة. تلاقي عيالك أكلين دماغك عشان المصاريف، وأكيد طبعاً أمهم عمالة تهري وتنقد في نفسها، فاكراني يا أخويا قاعدة في البورد. تيجي تشوف يا أخويا، تشوف الخيبة اللي أنا فيها وتاخدك وتمشي بلا قرف. سيبيها في حالها، هي قادرة تتحرك. الروماتيزم موتها، حرام عليكي. لا يا أخويا، ما هي زي القردة، لسه شايفاها ديك النهار في السوق. كانت، ربنا يشفيها. ايوه يا اخويا، ادعي يا اخويا، ادعي، ادعي لها، ادعي لها. الا ما شفتك مره بتدعي لي يا راجل. طبعا، ما هي القديمه تحلى. انت عايزه تقولي ايه؟ تخليك في حالك. شوف يا اخويا الراجل عايز يكتمني ازاي. ما تقوم يا اخويا تتهوى وتخلصني من قرفك، بدل ما انت قاعد لي على الواحده كده، دي حاجه تقرف. لا، انت النهارده فيك حاجه مش مظبوطه، مش مريحني. ياسمين بنت جالها عريس. كفاره، يا الف بركه. اللي عندي اللي متجوزين مرتاحين قوي ومبسوطين بلا وكسه. انت يا اخويا شايل الطين ليه فوق دماغك؟ ما تفرح يا اخويا ببيتك، اهو هم ونزاح. وقعد في حاجه تفرح البت؟ ما حلتهاش غير الهدمه اللي على جتتها. ياما قلت لامها تشيل لها حاجه لما تكبر. اه حصل. والنبي لا زغرت لها، دي بنت طيبه وغلبانه زيي. انت زغرت وانا هحط الطين على دماغي. يا اخويا ربنا يعدلها. بقول لك ايه، هو انتوا اتفقتوا على حاجه؟ اتفقنا احنا هنجيب اوضه والمطبخ، وهو ربنا يكرمه جاب الشقه. ولو اني مش عارف يا صفية هنجيب المطبخ منين والاوضه منين. يا اخويا ما تشيلش هم، ربك يسهلها. بقول لك ايه، ما تنساش تجيب لنا بطيخه حلوه كده وانت جاي. بس اوعى يا اخويا الفكهان يضحك عليك زي كل مره ويديها لك قرعه. بلا وكسه البخت مايل حتى في البطيخ. عمري راح في البص على الفلنكات ليل نهار عشان 400 ملطوش مش عايزين يتهزوا. اعمل ايه؟ اهدم على معاش مبكر ولا اعمل ايه؟ دول حتى لغوا فلوس الاجازات، والعريس كمان مستعجل بروح امه. اقول له ياجل الدخله شويه؟ لا، لازم يتدبس ويدخل بسرعه. ما يعرفش ان البيت زي امها، لو اتعشرت شويه محدش هيطقها. عيني عليك يا بنتي. فيها من عندك يا رب يا رب. اخلع فلفل انت والعيال بسرعه، الشاكوش بيمر. خليك على السكه من بره. انت هترغي يا ابن الورمه؟ يلا يا صبري، قلت لك بلاش لغط الاستواد دي. خلاص يا عم هننطر. يلا سلام. يلا يا جدعان، حملوا القرابين والحديد وغطوا الحاجه. يلا خلوها غور من هنا في لعبه. لا باشا، انت في ايه؟ مالك يا في ايه؟ يخرب بيتك، بس قلت لك شويه الغفير بيمر. يلا نمشي، نمشي من هنا يا استاذ قبل ما حد يشوف. نمشي من هنا قبل ما حد يشوف. مالك يالا؟ مالك في ايه؟ بتسيح لنا ليه؟ بتسيح ليه؟ تعبان يا استاذ. بلاش، انا مشيني ومش هقول لحد. انا عايز اروح. عايز تروح؟ اه. هو انا واخدك منشف؟ انت جاي لنا من انهي مصيبه يا اخي؟ قالوا لي هيدوك 50 جنيه. مش عاوزهم، انا مش عاوزهم. انا ما بقتش حمل بهدله ونفخ وحاجات. مش عايز تتنفخ؟ تعال تعال بس، تعالى طلعت عيني. اقعد هنا ومالكش دعوه بحاجه. يلا، ولو حصل حاجه سيبنا واجري برقبتي. يلا يا رجاله. بامانه بامانه. يلا يا جدعان، يلا. الله يخرب بيتكم، بوظتوا البلد يا عربجية. احمر تلاقي امك جابها لك. يلا. What did you say؟ عيال عربجية. عرب فاهمها ازاي دي؟ سيبك من اللي بقوله. تسمعي اف ام ولا راديو؟ Let's go to محاطة. ها؟ محاطة. بتكلمي عربي يا بت؟ تعملي فيها اجنبي يا بت؟ شكلك بتاعت محطات. يا حبيبي يا عسل. هاي عادل. Hey honey. What's up? Huh? You love the hotel? I told her to stay till my mom comes picks you up. Huh? Hey, hey, stop yelling. There's no need to be angry right now. بتبوسها قدامي
ده انت واد قليل ادب ما حرمتش. انا مش فاهم يعني حتى البوسه دي كمان مضايقاك. لا اسمح لي بقى ده مرض. اخرس هو اللي مرض. اقسم بالله العظيم لو التليفون ده رن تاني هاخضر بيه بره وانا اقرا. الاحترام والادب بقى ومرض. هات التليفون ده سويري. هات يا اخويا خلص يا وش ويكي ويكي ويكي. الو هاي الو. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ده صوتها ده؟ اه استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هتكلمها تاني؟ He's totally nuts. I'll call you later. Bye. ايوه ايوه باي باي. ولا مهطر اتفضلي يا عسل قشطه 20 باون بالصلاة على النبي دولارز. I'm in the terminal. Where are you? يا أستاذ استهاني قضية سهل عين كلها بوس بوس يعني. احنا ما دخلنا معاك.